الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا معاكم محمد غريب عبد الكريم المحامي، باحث ماجستير في التحكيم والوسائل البديله لتسويه النزاعات كليه حقوق جامعه حلوان. هكلم حضراتكم النهارده في هذا الفيديو القصير عن امر هام جدا ويجب علينا جميعا كساده محامين ان نهتم به، وهو الاطلاع والرصد و فحص القضايا جيدا قبل الإدلاء بأي أمور تخص الاستشارات القانونية أو الخوض في فك طلاسم القضايا. الحقيقة تعلمنا من الأساتذة الموقرين المحامين الأسلاف والكبار العظماء إن دايما لما بيجي لك قضية أو بيجي لك القضية ما تستعجلش إن أنت تاخد انطباع عنها غير لما تبتدي تنظر لها مرة واثنين وثلاثة وتبدأ في القراءات المتعددة طبقا لأمور الفحص وتمحيص الأوراق، وبعد كده تخش على مسألة فحص وإن أنت تبتدي توكل لها الأسانيد القانونية اللي هتبتدي إن أنت تشتغل عليها. الأمر ده مهم جدا يا أساتذة، وهام جدا بالنسبة لنا كمحامين. أنا مع حضراتكم وأظن إن هذا التوقيت الحرج الذي تمر بيها البلاد يمكن عمل نوع من انواع الركود شويه لينا كمكاتب محاماه، ولكن اظن ان شاء الله باذن الله الامور ستعود بقوه لينا كمحامين، ويجب عند عوده الامور بقوه وعوده العمل مره اخرى ان نكون في اتم استعداد على الخوض في استكمال اعمالنا وتقديم الاستشارات القانونيه مع تغير شكل الجرائم ومع تغير القرارات والامور الجديده التي يمكن ان تصدر عن الجهات الحكومية في تلك الفترة. على سبيل المثال، لاحظت خلال الفترات السابقة تطور وتغير ملحوظ في شكل الكثير من الجرائم، وخلت شكل شوية جرائم تكنولوجية. يجب علينا كمحامين أن نعرف ونعي جيدا أن هناك قانون يخص تلك الجرائم، وأن هناك الكثير من الاتفاقات الدولية اللي احنا موقعين عليها ومصدقين عليها كجمهورية مصر العربية تخص هذا الأمر بالتحديد، ويجب علينا كمحامين أن نعرف ونعي جيدا ما معنى الدليل الإلكتروني وما هو طريقة استخراجه من القضية. الحاجات دي كلها مهمة جدا لينا كمحامين، وده مش هيجي غير بالاطلاع والرصد، ان حضرتك تتابع دايما القوانين والمتغيرات اللي بتحدث عندنا داخل جمهورية مصر العربية وفي الخارج ايضا، لان احنا مش في مجتمع مغلق، هناك الكثير من الجرائم يمكن ان تحدث وتنتج اثار في اماكن اخرى. فيجب علينا كمحامين ان احنا نطلع جيدا على القوانين المنظمه لتلك الامور التي يمكن ان تدخل في دائره اختصاصنا، وايضا نتابع ما يحدث بالعالم الخارجي. دي دعوه لحضراتكم من خلال هذا الفيديو ان حضرتك لازم تتعلم ازاي تبحث وازاي ترصد وازاي تؤسس شغلك وتعمل على تفنيد الاسانيد القانونيه الخاصه بالقضايا المعروضه على حضرتك، وده زي ما قلت لحضراتكم اتعلمناه من الاساتذه الاجلاء اللي تتلمذنا على يديهم وشفنا الكلام ده بعينينا لما بيجي يقول حاجه جديده في مرافعته او في مذكره دفاعه. وخدنا على سبيل المثال الجرائم المستحدثه او الجرائم الحديثه التي يمكن ان تتغير بتغير الظروف زي الجرائم التكنولوجيه، لازم حضرتك تبقى عارف يعني ايه دليل الكتروني وما شابه عشان تقدر تخوض في مثل تلك القضايا. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، كل عام وانتم بخير. انا كنت معاكم محمد لبيب عبد الكريم المحامي.